بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج ميني كات فيور ده بيديني استعراض للملفات كيوزر عادي، عايز بس اتفرج على الملف وافتحه، مش عايز ان انا اعدل عليه. يعني مثلا اي ملف اهوت بختاره، بيجيب لي مثلا الفريم، بيجيب لي اللوحة، عايز اقرأ كلمة معينة اقدر اقرأها بسهولة. وفي بعض الادوات اللي بتساعد، تمام، اي لوحة انا عايزها بيفتحها لي، ابدا ابص فيها. ده لو انا مثلا شغال سكرتير او شغال براجع على اللوح، لا اكتر ولا اقل، هو براجع مساحة صغيرة خالص، بيديني بس استعراض للملفات. عمرو سليم.